كمان كان في حديث عن الحالات التحكيميه. نشوف كابتن ياسر عبد الرؤوف. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا كابتن سيف، تحياتي لحضرتك ولكل متابعينك. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ والله الحمد لله كله تمام. نبتدي مع حضرتك بركله الجزاء كهربا في الدقيقه 6. تمام، راي حضرتك. بص يا كابتن سيف، طبعا هي الكره كانت ملعوبه عاليه وكانت في طريقها لكهربا. حاول المدافع البرازيلي ان هو يوصل للكوره، فتم الحقيقه القفز من بعيد شويه، وبعدين حصل دفع بالجسم لكهرباء بلغه الكوره، خرجته خلاص بره الكوره وخلت الكوره ان هي ما تروحلوش وان هي تعديه في دفع بالجسم. بعض الناس هتقول هو المدافع وصل للكوره، لا، هو الحقيقه ما وصلش للكوره، هو الحقيقه الكوره هي اللي خبطت في كتفه، فبالتالي في مخالفه موجوده داخل منطقه الجزاء للنادي الاهلي، ركله الجزاء لم تحتسب، وكان لابد على حكم الفار ان هو يستدعي حكم الملعب ويقول له ان في هنا هو مخالفه تعال شوفها، ولكن الحقيقه ده ما حصلش. اذا النادي الاهلي ليه ضربه جزاء رسمي. تمام. تدخل لاعب البرازيل مع امام عاشور. تدخل امام على امام عاشور. طبعا هو في البدايه كان في مخالفه. المخالفه دي، بص يا كابتن سيف، احنا بنتكلم على ان في جمله كده في القانون، في بعض الاوضاع التي لا يمكن تجنبها، يعني اللاعب مش عارف يودي رجليه فين، فممكن ان هي تنزل بالشكل اللي احنا شفناه، ولكن لا، في الحاله بتاعتنا اللاعب كان عنده القدره على ان هو يحط رجليه في مكان تاني، لان المكان ده فيه تهور باستخدام الاسترزاز، ولكن الحكم قدر ان مفيش اي حاجه وبالتالي ما اداش انذار، وعايز حاجه كده تحط كده دايره على رقم اللاعب ده، لان رقم اللاعب ده رقم 8، ففي انذار مستحق للاعب رقم 8 من الفريق البرازيلي والحكم ما اداهوش. تمام. دخول على بيرستاو داخل ال 18 دقيقة 17. الحقيقة كان انفراد، والحقيقة المدافع نجح في ان هو يوصل للكورة. حصل بعد كده التحام، ولكن التحام ده احنا مش هنبص له خالص، لان هو الحقيقة نجح في ان هو يوصل للكورة ولعبها بكل ارتياحية، وبعد كده الالتحامات دي التحامات طبيعية، يعني مفيش مخالفة على مدافع برضه. تدخل ياسر ابراهيم في الدقيقة 23. نفس الوضع برضو، هنلاقي ان المهاجم مر بالكوره او الكوره مرت من ياسر ابراهيم، ولكن الحقيقه نجح في ان هو يحط المهاجم في ظهره، والمهاجم هو اللي كان عايز يختلق المخالفه بان هو حط ركبته في فخذ ياسر ابراهيم، ولكن ياسر ابراهيم نجح في ان هو يخرج الكوره بره، ما فيش اي نوع من انواع المخالفه. انذار وتدخل بالذراع في الدقيقه 44. في الدقيقة 44 طبعا الانذار مستحق، استخدام الذراع ما كانش بالقوة الزايدة ولا باستخدام القلبه، فمش هتوصل لقوة زايدة ولا ان هي كارت احمر، فبالتالي احنا بنتكلم هنا في انذار. وافتكر يا كابتن سيف، لو تحط دايرة على اللاعب رقم 8، اللاعب اللي عمل الحالة دي وخد الانذار هو اللاعب رقم 8 في الدقيقة 44. ركلة جزاء لمارسيلو. يعني احنا بنتكلم هنا في انذار تاني. تمام. طرد يعني. اللاعب يطرد بالظبط كده. يعني بنتكلم في ضربة جزاء وطرد. بالظبط. ركلة جزاء لمارسيلو. ركلة جزاء مارسيلو، الحقيقة هو طعم مر من تاو. تاو ما قدرش ان هو يوصل للكورة، فبإهمال ركبته خبطت في رجل الأخيرة يا كابتن، صح؟ مارسيلو، نعم. الأخيرة، هو سحب رجله الأخيرة، رجله اللي ورا آخر واحدة. لا، الرجل اليمين اللي هو مارسيلو، هستعين بجملتك، تمام؟ بخبرة السنين قدر ان هو يحط رجله اليمين، تمام، قدام بيرستاو وخده خلاص في ظهره، فبيرستاو عاوز يوصل للكوره ما وصلش للكوره الحقيقه، ووصل لرجل مارسيلو، فبالتالي الاهمال موجود وركله الجزاء سليمه. انذار عبد المنعم برضه هرجع تاني خبره السنين. عبد المنعم رايح بيعترض على الحكم على اساس ان ما فيش وجود لركله الجزاء، تمام، ولكن مارسيلو بكل كده يعني برود بيديله ازازه الميه عشان يشرب، فما كان رد فعل محمد عبد المنعم ان هو مسك الازازه ورماها في الارض، فبالتالي الحكم ادى الانذار. هل هناك ركله جزاء للكهرباء في الدقيقه 73؟ لا، ده التحامات كلها التحامات طبيعيه، يعني الايد موجوده على الظهر، بس الحقيقه ما وصلتش ان هي يبقى في دفع. كهرباء كان عايز يستغل التلامس البسيط من ايد المدافع وسقط في الارض، لا الحقيقه ما فيش اي نوع من انواع المخالفات. هدف الثاني صحيح؟ صحيح. الباك رايت اعتقد هاني كان جوه منطقه الجزاء واللاعب خارج منطقه الجزاء او على الخط، فبالتالي طبعا مغطي استمرار اللعب، كان قرار سليم للمساعد رقم 2، وتم المراجعه على فكره على اللعبه بتقنيه الفيديو، واثبتت ان هي اللاعب كان في موقف سليم، هدف سليم طبعا.
إذن الأهلي على كلام حضرتك ظلم تحكيميا، ليه ضرب الجزاء وليه طرد. ضربة الجزاء في الدقيقة 6 اللي هي التي لم تحتسب خلاص بعد النتيجة النهائية أصبحت مش مؤثرة في النتيجة، ولكن مؤثرة بشكل كبير. لا 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 يا كابتن، دي في الدقيقة 6. ما أنا هقول لحضرتك. اتفضل. هي مش مؤثرة في النتيجة، النتيجة انتهت 2، ولكن هي مؤثرة كابتن. مؤثرة بشكل كبير في سير وأحداث. لا يا كابتن، لا بعد إذن حضرتك، هي مؤثرة في النتيجة طبعا. لأن التوقيت يا كابتن لو ضربة جزاء جت وأنت كسبان 3 هنا أو 2 أقول مش مؤثرة في النتيجة، لكن حضرتك انت النهارده في الدقيقه 6 0 0 كانت هتخليك تتقدم 1-0 ثم تبتدي تبني. علشان كده انا بقول في سير واحداث المباراه. اللي ايه يا كابتن؟ عشان كده انا بقول هي مؤثره في سير واحداث المباراه. زيها زي الكارت الثاني اللي هو ما خدوش اللاعب رقم 8 اللي هو ما طردش برضه، ده مؤثر في سير واحداث المباراه. اذا على كلام على تصريحات حضرتك الاهلي ظلم النهارده. اكيد طبعا. اكيد الحكم تديله. وعلى فكره برضه عشان نتكلم في الناحيه الثانيه، كان برضه كان في انذار على مروان برضه ما خدوش. وانذار على اكرم توفيق برضه ما خدوش. هل عبد المنعم اللقطه دي كانت ممكن تاخد اكتر من اصفر؟ لا 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 خالص، لا هي ما تاخدش اكتر من كده. لا 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 لا، يعني هو حتى الحكم ممكن يكون اعتبرها ان ده نوع من انواع الاعتراض. تمام، بس هو فاهم ان اللي استفزه هو مرسلو بان هو بيديله الاجازه في عز نفسه اللاعب ان هو بيعترض وهو بيقول له خد اشرب. فده نوع برضه من انواع الاستفزاز، ولكن بمنتهى الشياكه ومنتهى الادب يعني. تمام، بشكرك يا كابتن ياسر، بتشرف بوجود حضرتك. انا اللي بشكرك وبتشرف دايما بحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم.